Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal ikhwah al-izzah, qala Allah fi muhkam tanzilih, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bimunasabati hulul syahr Ramadan al-Mubarak, ayuhal ikhwah, uhanni'ukum wa'alal akhas, uhanni Rais Ittihad Alami liulama al-Muslimin, Syekh Yusuf al-Qaradawi, wa mu'awinih minal ulama, wa qiyadi Ittihad Alami liulama al-Muslimin, wa la ansa al-marhum, Syekh Muhammad Sadiq, min Uzbekistan wa a'ilatu bal ila jami' ikhwan al-muslimin fi masyarik al-ard wa magharibiha wa hanikum jami'an ayuhal ikhwah bi tahni'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi bi qudumi ramadhan ala wa hiya atakum ramadhan syahrun yaghshakum allahu fihi فينزل فيه الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ويباهي بكم الملائكة أو ملائكة فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله أو رحمة الله. أيها الإخوة, شهر رمضان القادم هو الشهر الذي تضاعف فيه الحسنات وتقبل فيه الطيبات ويعفى فيه عما مضى من الذنوب والسيئات إذا أقبلنا على الله بأيد متوضئة طاهرة وقلوب عامرة بذكر الله والدعوات. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان استعد لله لا بالمأكل ولا بالمشرب ولا بالزنا فقط, بل بالطاعة والعبادة والجود والسخاء. فإذا هو مع الله العبد الطائع, ومع الناس الرسول الجائع, ومع إخوانه وجيرانه البار الجواد, حتى لقد وصفه عبد الله بن عباس رضي الله عنه, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس, وكان أجود ما يكون في رمضان هنا يلقاه جبريل, وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله هنا يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. أيها الإخوة, لقد كان سيدنا عمر الخطاب أيضا يستعد لرمضان فأنار المساجد بالقناديل, فكان أول من أدخل إنارة المساجد فجمع الناس على صلاة التراويح, فكان أول من جمع الناس على صلاة التراويح في رمضان فأنارها بالأنوار وبتلاوة القرآن. أيها الإخوة الأعزاء, علينا أن نستقبل رمضان بالابتهاج والفرح بقدومه, وأن نصلح نوايانا ونجعلها خالصة لوجه الله تعالى, وأن نتوجه بالتوبة إلى الله توبة نصوحة, وأن نصلح علاقاتنا مع الأصدقاء ونتكرم بالعفو والمسامحة مع الآخرين, وأن نتعلم
علوم الشريعة والعبادة والصيام على وجه الخصوص، وأن نجاهد ونقاوم الشر والمنكرات جهادا لله تعالى، وأن نتلو القرآن ترتيلا، وأن نبتهل ونتضرع إلى الله كثيرا راجين عفوه ومغفرته، وأن نقوم بجميع أعمال الخير ونقدمه للناس. بلغنا الله وإياكم صيام هذا الشهر المبارك وقيامه. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. شكرا لكم على حسن إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.